السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربع سويهلة بمراكش، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. هذا الخير التنوير والجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 13 شهر 4 2022، احنا في الاربع سويهله البقرة الوالده، ان شاء الله نوريوها جميع المشاهدين. نعرفوا اثمينا مع هذا الراجل غير كيساب تقريبا 324. ها 324. 324 اش والده؟ والده عجله وبو منيار. بو مريان واش دايره في السن؟ جابت جمو. هي تاعتك؟ بحال تاعتك. بحال تاعتك. كي تيقول هذا الراجل مشارك فيها. مشارك فيها؟ قلت انتم شارينها. شحال شريتوها؟ 324. عطاكم فيها شي ربح؟ ها؟ عطاكم فيها شي باقي ما عطاوناش، كنطلبوا فيها جوج منين. هي بقره جديده ولي بنتها شويه؟ شويه يا بو مريان ديال الجديد. تبارك الله تبارك الله. كيما تشوفوا هاد الخيرات في الاربع سويهله بمراكش كي تشوفوا معنا. شحال هاد الخيرات؟ هاديك ولا فيها 380. اش والده؟ والده عجلها. والسن؟ السن يلا جامع. تبارك الله. انا والله من حي درهم، والله الا خدمت شي هنا في الاربع سويهله بمراكش. نحييو اي مشاهد قناه زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا بكم. حييوا اي مشاهد قناه زيتون ومرجان في المكان هذا. ودي الجوده الجوده. هاد الخيرات تنوروها جميع المشاهدين في المكان. وشحال هذيك؟ والاخرى؟ اش دير اش دير؟ هذه السلسلة هذه جمعت تبارك الله كما تشوفوا عند عبيدة هنايا في الأربع سويهلة بمراكش. الخيرات تبارك الله تنور جميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان في المكان. أحبابتونا أهلا بكم جميعا. تبارك الله. هذه تيقول لك جوج وعشرة. شحال هذا من شهر تقريبا؟ باقي شي 10 ايام ولا 8 ايام بغات تولد. انا 3 من الوحده كما تشوفوا. الله يدير ما خلق صافي. كما تشوفوا هذا الرجل ديما خاص بالبقره الوالده او الداره. هاد الناس هنا في الاربع سويهله بمراكش. نحييو الحباب تاعنا في المكان. هذه والدة عجل تيقولك 370. في الأربعة تسوي هنا مراكش. واش 370 بغيتيها ولا عطاوها لكم ولا اش؟ ها؟ قلت لهم 70. في الأربعة تسوي هنا بمراكش. نحييو الحباب تاعنا في المكان. اللي بغيتي؟ اهلا. الله يبارك. 5000 زيودة. والله الا 5000. دابا بدا الشريعة يجي فمه يقول. اللي جات في فمه يقول هان بدا الشريعة. اش والده هاد؟ شحال هاديك الاكفاء بوحدها؟ شحال هاد الخير؟ عجله ولا عجله؟ بغيتي فيها 320؟ في الاربع سويهله بمراكش هاد الخيرات تبارك الله. نحييو اي مشاهد قناة زيتون ومرجان. احباب تونا اهلا بكم. قالك بغاو فيها 320 بقرة على خير. والدة بنت زينة
بنت زينة البقرة على خير. تنوريوها لحبابتونا في القرق أو في البادية أو في المكان في المدن الصغرى أو الكبرى قبل المملكة المغربية. هذه الخيرات تنوريوها لجميع حبابتونا في المكان. شكرا الله. ما عطاوكش فيها شريف؟ ما عطاوكش فيها؟ بغيتي 320 وبغيتيها؟ ترقل المشاهدين كل واحد اللي جات في فموق تيقول ها كيما تسمعوا قال لنا بغينا فيها 320. بقرة جيدة، بقرة بنتها زينة كيما تشوفوا. تا البقرة على خير. شبوع ياك شبوع. تبارك الله كي تشوفوا معنا راه حاجة زوينة. تنوريو جميع المشاهدين قناة زيت المرجان، نحييو الحباب تاعنا في المكان. الحاج خالد من الدار البيضاء الكبرى. سي مصطفى من كندا. نحييو. وشحال هادي يا سي الحاج؟ اش داير في السن؟ دار راق؟ شحال؟ ماشي فيها الثمن السي الحاج؟ 8 مليون. وفيها الثمن شوية. ها؟ زادت الفلوس؟ أنا أول لبس ياك؟ زادت الفلوس؟ شحال عندها من شهر تقريبا؟ وباقا تحلب. هاد الراجل راه ديما تيكونوا عندهم الضروبات واكثرية تيشري الضروبات دارات اكثرية كما تشوفوا. هاد الخيرات في الاربع السويهلة بمراكش. الله يبارك فيك، الله يحفظك. مزيان الله يخليك. تبارك الله. شحال الثمن؟ الثمن غنلقاها لك مليون و800 ليك انت. الله يحفظك. هذا قول له ياك انت بخير. عطاش دابا بغيت نلوح هذا الشيء في اليوتيوب. مرحبا. يلاه سير الفيديو هذا. اييه. يلاه سير. قول لي اش والده؟ والده عجله، وعجله مليحه وهي اسداسيه. تبارك الله. واش هذه بو مليار ولا غير بلديه؟ لا هذا كيتسمى كروازي. وهي هي. هي كروازي. انت هي كروازي. اش داير في السن؟ سداسية. عطاوك فيها شي حاجة؟ غتعطيني فيها 1.8 مليون أنت، واحد آخر لا. ياك؟ ما نعاودوا. الله يعطيك الخير. الله فوق. تبارك الله. كما شفتوا هاد الخيرات تبارك الله، قال لنا 1.8 مليون. والدة عجلة. طلعت شي شوية. بنتها زينة. بنتها زينة. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون. الله يسهلك. الله يسهلك. في الأربعة السويهلة. تبارك جيدة. تبارك الله. بنتها زينة. شحال؟ الله يحفظك. الله يبارك. الله علينا وعليك. الله يبارك. نية. ياك. تبارك الله. تبارك الله. ولدها جيد. تبارك الله. اش دايره في السن؟ 100. شو
صور هاشي وحده فيها دراها شتت هي ولد هزين وحده من ديت القهوه ولد هزين الولد القهوه فيها شي واحد راه راه ديال الولد صندوق من الحوايج صندوق ربيع ما عنده درش صندوق من الحوايج كرك صندوق ما راه يجيب من الحوايج صندوق لي صور شي ما قدرتش نقول لك هي لاباس فيها ما دخلهاش في الشتاء شحال صافي غير بيناتني ترى الزين حاب ربي والله ما كيكرفسوا ما عندي ما نقول هاد الكارتين تبارك الله والثمن الثمن اسيدي الدينار 360 عاد الى فات 30 جوج قال 10000 وبيعوا هي هي نصوروا شي بركه كنقسموها مع الحباب كرش بلاد لو كرش بلاد لو باغي ما تسرط على بالك الله يسر ولدها راه زين تبارك الله